بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل عام وأنتم بخير متابعيني وزوار قناتي الكرام. بعد ما جربت هذا الكريم وأنهيت العبوة ولقيت نتيجة وابتديت في علبة ثانية، حبيت أوريكم نتائجه المبهرة لبشرتي وكامل جسمي. أنا صار معي حريق برجلي، أعطاني الطبيب هذا الكريم. بعد ما جربته على رجلي لاحظت تغير ملحوظ، قلت ليش ما أجربه على باقي الجسم، بشرتي والوجهي وكل الجسم. لقيت نتيجة ممتازة، كملت عبوة وابتديت بالعبوة الثانية، حبيت أفيدكم بها وما أبخل عليكم. وهي مفاجأة كانت سرية يعني، وهذا عبارة عن كريم فعال لتبييض الوجه وإزالة البثور والجروح القديمة وكل أنواع المشاكل، وبصفة عامة هو حل سحري لجميع مشاكل أنواع البشرة، يعني من القدمين للوجه. جربوه الكثير من السيدات، كريم بيافين جربوه الكثير من السيدات، وعملت عليه بحث كبير، لقيت أنه لاقوا فرق قبل 3 أيام، وحبوا يشاركوا تجاربهم كذلك، والحمد لله هي مفيدة. كريم بيافين هذا عبارة عن كريم يباع في الصيدلية، وهو متوفر وبسعر رخيص جدا، يساعد لشفاء الحروق من الجسم، وهو ككريم للأطفال كذلك استعمل لتعقيم المنطقة الحساسة من الجروح. ولكنه اليوم عمى ضجة كبيرة، أصبح سر لا يخفى على الكثير في تبييض وتنقية الوجه وجعله بدون شوائب، كما أنه يعمل على تبييض المنطقة الحساسة والإبط وإزالة البثور وتبييض الكوعين والمرفقين إلى ذلك من مناطق الجسم اللي حابة أنك تبيضيها وتفتحي لونها. راح أعطيكم طريقة استخدامه، له طريقة استخدام في الليل، أبدا عمرك ما تستخدميه بالنهار. في الليل ضعي بيافين على المكان المراد به، يعني اللي حابة أنت تفتحين بشرتك به، وفي الصباح قومي بغسله جيدا بصابونك المعتاد، وانتبهي انتبهي انتبهي انك تحطيه لما تكوني طالعة، انتبهي من الشمس، هو عبارة عن كريم ليلي فقط. فيه البعض حطوه بالنهار وقالوا انه عمل نتيجة عكسية معاهم، هو ينحط بالليل، بالنهار غير منصوح به. وبالنسبة لمكان بيعه متوفر بالصيدليات، وهو معروف جدا في جميع الدول، ويستعمل في حالة حريق لا قدر الله بالجسم. إن شاء الله يفيدكم الكريم وتستخدموه، وأتمنى أن الفيديو هذا نال إعجابكم. سجلوا لي إعجابكم طبعا، إن نال الفيديو إعجابكم، تعليقاتكم، اشتراككم بقناتي شرف لي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.